مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. مشاهدينا، تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم نبدأه من صحيفة الحياة التي نطالع منها فاميلي لينك، تطبيق يمكن الآباء من متابعة أبنائهم. جاء في تفاصيل الخبر، صممت شرطة جوجل تطبيقا أطلقت عليه اسم فاميلي لينك، يتيح للوالدين مجموعة من القواعد واللوائح التي تساعدهم على التحكم في استعمالات أطفالهم. إلى جانب ذلك، يمكن التطبيق الوالدين من التحكم ومراقبة التطبيقات التي يقوم أطفالهم بتحميلها على هواتفهم. إلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدينا، التي اخترنا منها لكم، الصيادون أعلنوا الإضراب، الدلافين تنافسهم في مياه المتوسط. جاء في الخبر، أعلن صيادون إيطاليون نيتهم الإضراب على مدى يومين احتجاجا على منافسة الدلافين لهم في مياه المتوسط. وأوضح الصيادون أن الدلافين تواجه صعوبة متزايدة في إيجاد حاجتها من الكالمار والسمك، وبدأت تقتص من شباكهم. ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة الرياض السعودية، وسرقة حساب دنيا عبد العزيز. فوجئت الفنانة دنيا عبد العزيز بسرقة حسابها الشخصي في موقع انستغرام دون أن تتضح لها دوافع وأهداف من نفذ العملية، وقالت إنها حاولت على مدار يومين كاملين استعادة الحساب ولكن بلا جدوى، فقررت إنشاء حساب جديد.